كام ياجت كنت انت زقنون؟ لا بروح. بتروح بتروح مدرسه؟ لا بروح. لا انا بروح. بتروحي مدرسه؟ اسمه فاطمه. سنة كام؟ قول 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 حقيقي فاطمة. ها؟ واسمه وايه؟ بتروحي مدرسة صحابك عارفينك ساكنة في المقابر؟ بتذاكري ازاي؟ بتذاكري ازاي هنا؟ زي الناس يعني ما بتخافوش؟ بتخافوا؟ لا بتشوفوا؟ لا بس لا لما تيجي لا لا خافش. ما بتخافش؟ اه ما بتخافش ليه؟ عشان انت صغير؟ ايوه. وحتى لما واحد بيروح وما بيدفن واحنا مش واقفين مش بنخاف عادي. اتعودتوا ولا ايه؟ اتعودتوا ولا حتى بس السواد هنا دول بيشحتوا. حتى بس السواد دول هنا بيشحتوا. في شحاتين؟ هما. وفي حراميه؟ اه. ايه بقى مخشوم بتعمل بس ده مش طلعوا في عيال ايه برماكس؟ نفسك في ايه؟ انا عايز امشي في هنا. ثواني نفسك في ايه؟ عايز امشي في حته غير دي خالص. لما بتطلعي بره تروحي مدرسه وتشوفي الناس بتبقي نفسك تبقي زيهم؟ ايوه. قعدت بص عايزين نخلص. عاوز ايه؟ مدرسه. عاوز تروح مدرسه؟ بس انت صغير. انت عندك كام سنه؟ 11. مين ده اللي عنده 11؟ ده عنده 11 سنه؟ لا لا ده صغير. ايوه عايز حضرة عليه. ولا دي بص احنا ده انا خايف. قولي اللي انت عاوزاه. عاوز تقولي ايه؟ انا عايزه بص انا عندي 10 سنين. انا عايزه اقول لا قول عايزين نمشي من هنا. عايزين نمشي من هنا ونجيب شقه جديده. انت ليكي اخوات؟ اه ميدو وادم. عندك اخوات؟ اه ميدو وادم. دي اختي. وميدو وادهم اخويا. نفسكم كلكم يعني امنيه حياتكم انكم تمشوا من هنا؟ ايوه. مش عاوز تمشي من هنا؟ ليه؟ ايه هذا اللي عشان خلاص خدنا على هنا. لكن انتوا لو في فرصه هتمشوا من هنا هتمشوا من هنا. ان شاء الله تمشوا من هنا. ماشي تعالوا.